منذ الدقائق الأولى يبحث من خلالها السد عرضية في منطقة الجزاء وبعيدة لا زالت مستمرة ملعوبة من نايف لا زالت قريبة سجل أولا في الوقت الراهن. وضعية مميزة جدا حقيقة، أمر ربما اختفى لسنوات وسنوات. أيضا مارنس البكري كرة بمحاولة من أجل النهاية من أجل النهاية الله عليك. لا لا يا رجل، لا لا يا رجل،